نشرة إخبارية جديدة من قناة تن، أهلا بكم وإلى التفاصيل. هيمنت تداعيات إعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب هيمنة على الأحداث في المنطقة والعالم اليوم. وفي مؤشر لتصاعد حدة الخلافات بين إيران والسعودية، قام المئات من المتظاهرين باقتحام السفارة السعودية في طهران فجر اليوم وأشعلوا النيران في مبنى السفارة. وقامت الشرطة الإيرانية بإجلاء المتظاهرين واعتقال عدد منهم، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من المتظاهرين يقومون بإشعال النيران بالسفارة وتحطيم أثاث مكتبها، فيما دعت وزارة الداخلية الإيرانية إلى الهدوء واحترام المباني الدبلوماسية. جاء اقتحام السفارة السعودية بعد ساعات من شن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آيات الله خامنئي هجوما عنيفا على المملكة. وقال خامنئي إن الانتقام الإلهي سيطال حكام السعودية ردا على إعدام نمر النمر، معتبرا أن الإعدام خطأ سياسي. كما توعد الحرس الثوري الإيراني بأن يكون هناك انتقام قاس من الأسرة الحاكمة في السعودية ردا على إعدامها للنمر. كانت السعودية قد أعدمت أمس 47 شخصا، بينهم 45 سعوديا ومصريا وتشاديا، أغلبهم أدينوا بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى 3 من الشيعة بينهم النمر. استدعت السعودية السفير الإيراني لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية. وعبرت الرياض عن استهيان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية التي تعتبرها تدخلا سافرا في شؤون المملكة. وأكد مصدر بالخارجية السعودية أن رد الفعل الإيراني على إعدام النمر يكشف وجهها الحقيقي المتمثل في دعم الإرهاب، والتي تعد استمرارا لسياستها في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، مشيرا إلى أن نظام إيران بدفاعه عن أعمال الإرهابيين وتبريره لها يعتبر في ذلك شريكا لهم في جرائمهم، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن سياساته التحريضية والتصعيدية. كما اتهمت الخارجية السعودية إيران بأنها دولة راعية للإرهاب، وبأن الأخيرة وفرت ملاذا آمنا على أراضيها لعدد من زعماء القاعدة منذ عام 2001. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إعدام النمر يهدد بتفاقم التوترات الطائفية في وقت هناك حاجة ماسة لتقليصها. وكررت نفس الموقف بشكل حرفي تقريبا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. وحثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة السعودية على احترام وحماية حقوق الإنسان وضمان توافر الإجراءات القضائية العاجلة والشفافة في كل القضايا، بالإضافة إلى السماح بالتعبير السلمي عن المعارضة والعمل مع كل زعماء المجتمع لنزع فتيل التوترات. قتل اليوم 15 ضابطا عراقيا وأصيب عشرات العسكريين في تفجيرات انتحارية نفذتها عناصر من تنظيم داعش استهدفت معسكرا لتدريب المتطوعين من أهالي مدينة الموصل في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. من جانبه أكد العقيد طارق المولى أن 6 انتحاريين اقتحموا قاعدة سبايكر التي تضم متدربين متطوعين لتحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش. وإلى الأخبار المحلية، حيث يسود البلاد اليوم طقس شتوي شديد البرودة يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 8 درجات. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية كل المسؤولين في الدولة اتخاذ التدابير اللازمة، وبالأخص في شمال سيناء والمدن الساحلية، لمواجهة الطقس السيء. كما ناشدت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الليل نظرا لبرودة الطقس وتساقط الأمطار بغزارة.
هذا وتعرضت مدينة الإسكندرية منذ ساعات في الصباح الباكر لحالة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة التي صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة وبزيادة في سرعة الرياح. من جانبها دفعت شركة الصرف الصحي ب50 سيارة لكسح آثار الأمطار الرعدية التي ضربت المحافظة، تمركزت بجانب الأنفاق والمناطق التي تعاني من تراكمات. كما قررت هيئة بناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الرابع على التوالي نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج. قررت النيابة العامة بكفر الشيخ حجز 5 مسؤولين بمجلس مدينة مركز فوه على ذمة التحريات لتحديد المسؤولية الجنائية الواقعة عليهم في واقعة غرق مركب في كفر الشيخ. وأوضح محمد الزنفلي المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ أن التحقيقات أكدت وجود إهمال في مراجعة تراخيص المراكب، وأن رئيس المجلس أقر بأنه شكل لجنة في غضون عام 2013 لمتابعة التراخيص، ولم يخبره أي من المسؤولين المحجوزين على ذمة التحريات بانتهاء الرخصة. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوات تأسيس الشركات العاملة في نطاق القناة. من جانبه أعلن ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم المجلس أنه تم اعتماد كل الاتفاقيات والتعهدات التي أبرمت قبل صدور قرار تعيين المجلس. وأضاف فؤاد أن مجلس الإدارة وافق على إلغاء الإجراءات غير المطلوبة عند إصدار التراخيص لتأسيس الشركات فوراً طالما تلتزم بآليات العمل داخل نطاق الهيئة، موضحاً أن هذه الشركات في حال رغبتها تصدير منتجاتها إلى داخل مصر عليها اتباع كافة الإجراءات الرسمية في ذلك. أكد دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب القانوني في الخرطوم 1 فبراير بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة. وأوضح مغازي أن المكتب سيقوم بدوره بتوقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، مشيرا إلى أنه لن يتم تجاوز هذه المدة في حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل. وفي السياق ذاته أكد السفير معتز موسى وزير الكهرباء والسدود السودانية أن أغلب الصعوبات تم تجاوزها، وسيتم البدء في الدراسات مطلع فبراير المقبل لإجراء دراسة علمية دون أي تدخلات. وقعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مذكرات تفاهم لإنشاء تحالف الشركات المصرية الصينية وتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية. وتتضمن مذكرات التفاهم قيام تحالف الشركات المصرية الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء ومباني 12 وزارة حكومية، وكذلك تنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى ومباني أرض المعارض و15 ألف وحدة سكنية تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل. أعلنت دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2016 اليوم بدلاً من 10 يناير الجاري من خلال البنوك وجميع مكاتب البريدة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأضافت غادة والي أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.
أعلن اليوم طارق الملا وزير البترول أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر، فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر. كان الملا قد أعلن في نوفمبر الماضي أنه تم تخفيض مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأثرة إلى 2,700 مليون دولار بنهاية أكتوبر. ويقول مسؤول الشركة الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وإلى أخبار الرياضة، حيث تقام اليوم 4 مباريات في الجولة 12 للدوري الممتاز لكرة القدم، لتبدأ في 1:30 عصرا بمباراتي حرس الحدود مع غزل المحلة على ملعب استاد المكس، وأسوان ووادي دجلة في ملعب أسوان. وفي 5 مساء الإسماعيلي مع اتحاد الشرطة في استاد الإسماعيلية، وختم اللقاءات في 8:15 بمواجهة الإنتاج الحربي مع الأهلي على ملعب استاد بتروسبورت. ويسعى فيها الأهلي إلى مواصلة انتصاراته بعد أن وصل إلى النقطة 16 في المركز 8 من 8 مباريات فقط، وتتبقى له 3 مواجهات مؤجلة. أنقذ مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك فريقه من الخسارة بتسجيله هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، منح به الزمالك نقطة غالية بالتعادل الإيجابي مع مصر المقاصة بهدفين لكل فريق في لقائهما على ملعب بتروسبورت مساء أمس في الجولة 12 من الدوري الممتاز. وفي نفس الجولة تعادل أيضا فريق الداخلية مع نظيره المصري بهدف لكل منهما. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 18 في المركز 4 من 9 مباريات، بينما تصدر المقاصة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن الداخلية برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، كما أصبح رصيد المصري 22 نقطة في المركز 3. تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الاستشكال المقدم من محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الحكم القضائي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. واستند الاستشكال على أن الحكم تضمن عددا من المخالفات تمثلت في التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، بالرغم من تقديم محامي النادي الأهلي صورة من ذلك التفويض. حافظ فريق الأرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه على فريق نيوكاسل بهدف نظيف أمس على ملعب الإمارات في إطار مباريات الأسبوع 20 للمسابقة. أحرز هدف المباراة الوحيد لوران كاتشيلني في الدقيقة 72، ليرتفع رصيد الأرسنال إلى 42 نقطة بفارق نقطتين عن ليستر سيتي، والذي فقد نقطتين بتعادله أمس سلبياً مع بورنوس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 17 نقطة في المركز 18. خسر فريق برشلونة الإسباني نقطتين ثمينتين عقب تعادله السلبي أمام مضيفه إسبانيول في ديربي كاتالونيا الذي جمع بين الفريقين مساء أمس في افتتاح منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني. في نفس الجولة حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا غاليا على ضيفه ليفنتي بهدف دون مقابل. بهذه النتيجة ينفرد أتلتيكو مدريد بصدارة الليغا بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يأتي الريال ثالثا برصيد 36 نقطة ويواجه فالنسيا مساء اليوم. ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.